الثانية ظهرا من أونلايف، أهلا بكم معنا. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد. وخلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، شدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب. كما أكد السيد الرئيس أن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة. من جانبها، أشاد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بدور مصر كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مثمنا دورها الريادي في التصدي للإرهاب ومكافحته على جميع المستويات. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تناول خلاله العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الاحتياجات من السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق خصوصا قبل عيد الفطر المبارك. كما ناقش المجلس موقف المشروعات التنموية بالمحافظات. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارية دكتورة هالة السعيد إن معدلات النمو مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع العام المقبل، متوقعة أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام المالي الجاري. الموضوع الآخر هو خاص بالمؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث، والحمد لله المؤشرات في الربع الثالث كلها مؤشرات إيجابية جدا الحمد لله. ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث ليصل إلى حوالي 4.3%، ده مقارنة لو قارنه بنفس الربع السنة اللي فاتت هيبقى الربع نفس الربع السنة اللي فاتت كان 3.6، فاحنا حققنا 4.3 في مقابل 3.6 من العام الماضي السابق، وده مدفوعا بنمو في قطاعات السياحة، في قطاعات التشييد والبناء، وفي قطاعات الاتصالات، وفي قطاعات النقل والتخزين، وفي قطاع الصناعة التحويلية. دي حاضر، ارتفع، بقول ارتفع معدل النمو الاقتصادي 4.3% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة ب 3.6 في نفس الربع من العام الماضي، ففي تطور إيجابي بالنسبة لهذا الربع. هذه القطاع، النمو ده مدفوع بأي قطاعات؟ مدفوع بقطاع السياحة، مدفوع بالنمو في قطاع التشييد والبناء، في قطاع الاتصالات، قطاع النقل والتخزين، وقطاع الصناعة التحويلية. دي قطاعات اللي حققت نمو كبير في أو دافعة للنمو. قال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون البحيرات لتصل العقوبات على من يقوم بتجفيف البحيرات إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه. وأوضح البنا أن هناك 525 مليون متر مربع تم ردمها خلال السنوات الماضية. طبعا كل الكلام ده ليه؟ إن احنا لما حصل ما كانت بتكلفات سيادة الرئيس في عملية الإزالات والبحيرات، لقينا في ردم كثير جدا، يعني في احد البحيرات لقينا في ردم وصل في خلال ال 30 سنه وال 40 سنه دولت اكثر من 525 مليون متر. فطبعا يعني لو تنينا نردم ونجفف والكلام ده وتحاول الصراع، يعني على مش هنلاقي نحافظ. طبعا من الدستور ان الدوله تقوم بالمحافظه على البحيرات يعني. قال وزير النقل دكتور هشام عرفات إن الحكومة وافقت على تأهيل خط ترام الرمل بالإسكندرية، وأوضح عرفات أن هناك عدة مشروعات لتحسين النقل بالإسكندرية منها تطوير خط أبو قير. أعلنت سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين أنه سيتم تنظيم أول مؤتمر للمرأة المصرية بالخارج في 2 يوليو المقبل وتحت عنوان مصر تستطيع. وأضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه سيتم دعوة المرأة المصرية في الخارج لحضور هذا المؤتمر. أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الأحياء لشعبة علم علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علم رياضة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وقد سادت حالة من الارتياح بين الطلاب والذين أبدوا سعادتهم تجاه سهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل والجغرافيا. يذكر أن ما يقرب من 593 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أدوا امتحاناتهم اليوم موزعين على 1652 لجنة على مستوى الجمهورية.
نشد رئيس هيئة الامتحانات رضا حجازي المراقبين في جميع أرجاء المحافظات بتفتيش الطلاب بشكل دقيق، مؤكدا أنه تم ضبط 11 حالة غش على مستوى الجمهورية. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار. وخلال لقائه بالقاهرة المبعوث الأممية لليبيا مارتن كوبلر، أعرب شكري عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتشاور في الشأن الليبي مع الأمم المتحدة. من جانبه أشاد كوبلر بالدور المصري الرائد في المنطقة وما تبذله من جهود لحلحلة الأوضاع في ليبيا وتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف كافة. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم الجامعة لجهود القوات العراقية من أجل تطهير البلاد من تنظيم داعش الإرهابي. وخلال لقائه نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، قال أبو الغيط إن مرحلة ما بعد داعش تتطلب حكمة سياسية بالغة وتنازلات من مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى وضع سياسي مستقر. هذا واتفق أبو الغيط وعلاوي على أهمية قيام الجامعة العربية بدور أكبر في الساحة العراقية خلال المرحلة القادمة. دعا السيناتور الجمهوري جون ماكين قطر إلى تغيير سلوكها والتوقف عن تمويل التنظيمات الإرهابية. وقال ماكين إن هناك الكثير مما يظهر الأسباب التي دفعت الدول العربية لمقاطعة قطر، مشيرا إلى خطورة الوضع في الخليج بعد أن أصبحت إيران ترسل لقطر احتياجاتها التموينية. أعلنت قيادة التحالف العربي عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء البخاء اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. وجاء في بيان للتحالف أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص واحد من طاقم السفينة دون أن يسفر ذلك عن أضرار في السفينة. قالت شرطة الصومالية إن 19 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم بسيارة ملغومة تبعه إطلاق نار استهدف مطعمين بالعاصمة مقديشو. وأوضحت الشرطة أنها سيطرت على المطعم عند منتصف الليل بعد أن احتجز المسلحون رهائن لعدة ساعات، مشيرة إلى أن 5 من المسلحين ينتمون لحركة الشباب الصومالية قتلوا أثناء العملية الأمنية. تستأنف رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي الأيرلندي الشمالي من أجل استعادة الغالبية المطلقة في البرلمان وتشكيل حكومة تلتزم بالجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. اضطرت ماي بعدما خسرت غالبيتها المطلقة في الانتخابات التشريعية، اضطرت إلى السعي للتحالف مع الحزب الأيرلندي الذي سيتيح نوابه 10 لها أن تبلغ الغالبية المطلوبة في البرلمان والمتمثلة ب 326 مقعدا. ارتفعت حصيلة قتلى حريق البرج السكني غرينفيل غربي لندن إلى 17 شخصا فيما أصيب نحو 70 على الأقل حسب ما أفادت الشرطة البريطانية. وصرحت رئيسة فرقة إطفاء لندن داني كوتون بأن هناك العديد من الجثث لم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن، هذا وقد استبعدت الشرطة وجود دوافع إرهابية وراء هذا الحريق. تظاهر الآلاف من الأتراك وسط العاصمة أنقرة احتجاجا على اعتقال السلطات أحد النواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض. وكانت محكمة جنائية في اسطنبول أصدرت حكما بسجن النائب البرلماني 25 عاما بزعم اتهامه بإمداد إحدى الصحف بمقطع فيديو يظهر جهاز المخابرات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا. تعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تكرر ما وصفها بأخطاء الماضي في أفغانستان. وأضاف ماتيس في بيان أنه سيطرح على الرئيس ترامب في الأسابيع المقبلة استراتيجية عسكرية جديدة خاصة بأفغانستان تتضمن تعديلا في عدد الجنود، مشيرا إلى أن إدارته لن تسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق لشن هجمات على الولايات المتحدة. Defense strategy will have to make hard choices as we shape the 2019 to 2000 increased funding are necessary.
because of four external factors. But I've reviewed the unfunded requirement. I believe it's 30. شكرا للمتابعة ونلقاكم دائما على رأس كل ساعة.